ومتابعين مع نبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني تنشوف حصيلة عملياتهم بالساعات الماضية وبالويك اند تحديدا كيف كانت. ان شاء الله ما يكونوا عانوا كثير من حرايق الاعشاب، لانه نعم. بالويك اند نهار التنين بتكون الارقام مرتفعة بهذا الاطار. نبيل صلحاني كان رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني، له ولكل العاملين بالدفاع المدني بنقول لهم يعطيهم العافية. صباح الخير استاذ نبيل. بونجور، صباح النور. تفضل. يعطيكم العافية لكم كمان. ميرسي. بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها العناصر المدنية العامة للدفاع المدني، كان في عندنا 31 مهمة لأطفاء الحرايق مثل عادي بمختلف المناطق اللبنانية والأعشاب، سيارات وكهرباء والمحلات هن اللي كان فيهم هالنوع من الحرايق. عندنا كمان كان 7 مهمات بالإسعاف لحوادث السير ونقل لحالات طارئة، ومهمتين خدمات او للسلام العامي. نعم. كان مجموعهم 40 مهمه بال 24 ساعه اللي مريت. اكيد كمان دائما بنذكر المهمات اللي ضمن مرفأ بيروت اللي ما زالت مستمره. لما نذكر دائما رقم 125 للطوارئ اللي هو موجود 24/24، ونتمنى للجميع السلامه وما حدا يعوز يتصل فيه. شكرا لكم. شكرا لك نبيل صلحاني، يعطيك الف عافيه. الى سلكه وامنه.